وإذا ما وجدناش شريك استراتيجي سيصعب على الدولة أن تعمل. إذا توفرت الخدمة مثل الزكاة مثل الوصل الكهربائي إلى ثلاثة تراخص في المقاطع. أربعة في لازم التكنولوجيا، يعني ما بتجي معها تكنولوجيا. بتجي معها عامل صعب. بتجي معها راس مال للمفروض في فوائد كثيرة جدا في فوائد الاستثمار. هذا الأمر الأخير الذي يكون في هذا التعليم هو التفكير فيما قلت بالصراحة. هذه الأموال ليست كاسدة، مش موجودة، مش عارف من أنت بدك تدارس في إعطاء أفضل شروط ممكنة للمستثمر الشريك. هذا هو السبب. شكرا سيدي. في السنوات العشر الأولى من إنشاء وتشغيل تلك المشاريع ويحق لمجلس الوزراء تمديد مدة الإعفاء في حال عدم تحقق أرباح لتلك المشاريع. إخواني هذه المشاريع مشاريع كبرى. إذا هتعرضت هم يشفعوا للخزينة. معقولة إحنا لاحقين الموظفين المزخمين نرفع عليهم ضرائب ورسوم كل يوم مسخين حياتهم وعيشتهم وتأكيد كبار المستثمرين ما يدفعوا ولا تعريفة. معقول؟ معقول نحرم خزينة الدولة إلى أبد الآبدين من الرسوم والدخل اللي ممكن تدخلوا هذه المشاريع التي ستربح وأنا متأكدة أنها ستربح. ما تقنعوني إن مربوط نقل النفط مش راح يربح ولا تقنعوني إن السكك الحديدية في بعض المناطق مش راح تربح. إجمالا فيما يتعلق بالفقرة باء المضافة من قبل اللجنة، أنا أشكر اللجنة وكنت حاضرة للنقاش والفضل حقيقة في هذه الفقرة لسمينة خير واللي كانوا حاضرين النقاش وحياتكم، وأرجوكم إلى عدم ارتكاب هذا الخطأ وشطب هذه الفقرة. شكرا. هي اقتصاديا من الناحية الاستثمارية البحتة تتطلب إعطائها أكبر قدر ممكن من المزايا والحوافز حتى نشجع الصناديق السيادية اللي إذا نجحنا في استقطابها وطرحوا من أطر الشراكة مع القطاع العام والخاص. المشروع مكلف، عائد الاستثماري متدني جدا، صعب جدا إنك تعطيه للقطاع الخاص نفسه إلا إذا الحكومة دعمت. ما يحاول الصندوق عمله هو تجميع مجموعة من المشاريع الكبرى التي تتطلب رأس مال كبير جدا، إلها طبيعة خاصة، يتم تطويرها واستثمارها وتشغيلها وإدارتها، ثم تنقل كامل ملكيتها وحقوقها تعود إلى الصندوق اللي هو الصندوق الحكومي للدولة. إذا ما أعطيناها هذه الحوافز بشكل كامل ستكون صعب جدا استخدام ناس يستثمر في هذه المشاريع. بضيف على ذلك هذه مشاريع بنية تحتية راح يكون لها بدل خدمات، كل ما رفعنا عليها ضرائب أو أعباء مالية بدها تنعكس هذه البدلات بالأخير على المستخدمين سواء كانوا مواطنين أو قطاع خاص أردني أو غيره. هي مشاريع تمكن الاستثمار في القطاعات الأخرى، تمكن جذب الاستثمارات الأخرى، لذلك كل ما خففنا الأعباء لما قرار اللجنة إذا تكرمتوا قال لكم شكرا. جيم موافقة. جيم لما قرار اللجنة في جيم موافقة. المادة 11 المطلع موافقة. ألف موافقة.